السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا شباب، بهذا الفيديو راح يكون اللعب اني احاول انتقل من ماستر لجراند ماستر بالسيزون اوف بلاد بمورتال كومبات ليج. صراحة المستويات كتير صعبة ومستوى اللاعبين جدا ارتفع، والصعوبة هون انك اذا بتخسر ماتش بترجع بتخسر نقط. يعني انا قبل وصلت لاني وصل لجراند ماستر بهيك، رجع قتلني واحد باخر لحظة، رجعت هريت وجوني بعده لعيبة وطرت. المهم رح تكون الشخصية سكوربيون، مع انه سكوربيون ما له من شخصيتي الاساسية. رح لكم بنهاية الفيديو ليش لعبت بسكوربيون، وصراحة انا مالي ندمان ابدا. سكوربيون شخصية رائعة وانا ما كنت بحبها، بس غيرت رأيي تماما بهذا الموضوع. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بداية الفيديو في الماتشات اللي او اللقطات، احلى لقطات سجلتها بس ما كنت حاطط الكاميرا كام، بعدين اخر مباراتين كلاتي رح استخدم الكاميرا كام. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وخليكم معي. هلا معي 2406 نقاط، يعني يفترض بدي 100 نقطة الفوز بس بيعطيني 20 نقطة. يعني والله ما بعرف، يفترض بدي أقل من 100 نقطة حتى أتأهل. يلا بسم الله أكلناها. حافظ والله، تع حافظ حركاتي. كل مسكة من سونيا يعني مصيبة. يعطيني العافية. لا لا يا حباب لا، يعطيك العافية. روح من هون، حرك 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 الدم بإيديك يا حلو. هذا هو حلو ليخو معلم، حلال عليك. عم ماما، لا يا الله يا الله، فكرته مات يا حرام يا حرام، والله فكرته مات. العم ما هي شطور. اكلناها اكلناها اكلناها، حلال عليك والله. خود هاد وهات المسكة، روح نام يلا. ايوه واحدة تانية، يلا نزلها هيك على الارض. لك ليش التعليق حلو حلو. يلا روح سلم على الحجة، روح النت عبي ما عاد تعرفنا نحكي. امسكوا يلا امسكوا، بدل ما نعبي الامبليفايات معلم. حلو تع تع يا روح. ايوه افتح له بطنه. حلو حلو، شلون كان اول شيء هداك؟ لك ليش ما عم تزبط؟ لا مسكتك يا حمار. ايوه هذا هو. لك اخي وانا بدي اضرب ضربات ارضية يعني. هذا هو اتأخرنا. حلو
بده يضرب. روح من ورا، روح من ورا كمان، روح من ورا. ما راح. اشتغلت. لا لا لا، لا لا لا. حلو. الله اكبر، يفضح عرضه. يس. نبضات قلبي 1000. 20 نقطة. كل هالقتال مشان 20 نقطة. هاي سكوربيون. يلا شكرا انك ذكرتني بهالحركة. حلو حلو جميل. فلت هيك. هات هالمسكة. تعا ملاعب سكوربيون على قد شعر رأسه. لك العمى ما عبي موت. روح حلق. يلا والله انا اللي راح حلق. ايش ليش؟ ليش ما زبطت يعني؟ اكلنا هوا. تعال. الله اكبر. لا لا لا. اكلا. تعال اقول لك تعال. حلال عليك. اوفر هيد غير متوقعه. اكلنا. اعصينا بالزاويه. يحرق ديبك. شو صلوا تحول. لك ليش ما عم تزبط الحركة؟ ايه والله لقيت فيها شي يا زلمة. تعا. حلو. يلا موت هون موت. ايوه. طمع بالضرب. طمع طمع. بدي فنشك يا فطاح عينك. نشف الدم اذا تعطينا هالاربعين نقطة بالقطارة. هلا بقينا كم نقطة؟ بقينا أقل من 50 نقطة، حوالي 99. أقل يا. بدنا فوز واحد. بدنا فوز واحد يا شباب لنصير بالجراند ماستر. إيه ها؟ فرص متساوية. تعا. تاخذ سكوربيون على الاغلب. سكوربيون ضد سكوربيون. بسم الله بسم الله.
هاي اهم حركة. اكلناها. حلو. والله هذا الزلمة بيعرف كيف يلعب من الاخر يعني. ايوه لا بدك تعلق ما تع تع بدك تعلق لسه. اخلع اخلع. الله محيي كومبوهاتك ابو السكربين انت دخيل قلبك مع لزك. بوكسين عصينا عصينا. هاي هي تع. اهاها الله محيي اصلك اوستين غدار. بيطلع لك بالنهار بيطلع لك بالنهار بيطلع لك بالليل بتطلع له بالنهار. بلشت تضحك يعني. اقتربنا من الجراند ماستر. يفتح عرض هاللعبة بتجيب الجلطة. هداك النهار صدقا حسيت هيك شي راح يطيرني من الحياة والكرة الارضية. والله شلون راح الزلمة ما خسر من مورتال كومبات عم انجلط. هذا الفرق. عرفتك بدك تعمل حركة مختلفة من اول مرة بس انت ما عرفت اني حفظتك. وانا بستاهي. اكلناها. تع. اوكي. الله على هالحركة. لا تعا تعا انت اعمل شي. لك ليش جيت لعندك انا؟ ايه ايه الله محييك الله محييك. مرة تانية كراشينج كراشينج كراشينو. يلا كراشينو. عما فكرت انا اللي ضربته اياها. والله حلو. اوستن تاني اوستن تاني. اضمن شي اضمن شي. ما راح اقعد خاطر هلا بالحيسيات. بده يضرب. لازم ضل طاحش لازم ضل طاحي. تع تع. اي 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 جراند ماستر. الله حيو جراند ماستر. نفتح عرضه وتفنيش لعيونك يا معلم. شكرا شكرا لك. والله حاسس اخذت مليون ليرة من تمه. وينز. وهي اخذنا الجراند ماستر بسكوربيون يا شباب. سكوربيون ما له شخصية رئيسية عندي بس لعبت مع شاب اسمه يزان من احد المشتركين صراحة وحببني فيه وقال لي لعب بسكوربيون ويعني علمني على كم حركة والله وفتنا يعني حركات احسن من اللي كنت عاملهم انا خصوصي هذا تبع انك تعمل تليبورت مرتين وتنهيها بتبع ال 420. هذا كان كومبو حلو. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. ولا تنسونا من الاشتراك واللايك. كان معكم وسيم من جيمراوي
وادعمونا لنكمل في رحلة الطريق إلى آخر رانك اللي نسيت شو اسمه. السلام عليكم.